مرحبا برج الميزان، القراءة العاطفية وشو الخطوة رح يعملها من نهيك. انت في طاقتك، انت برج الميزان، انت معتدل الطاقة والمشاعر، انت حاليا مشغول في اعمال خيرية للبعض منكم، للبعض الاخر انتم معتدلين كطاقة عامة، يعني بين العقل والقلب والمنطق، واحتمال منكم انتم في عطاء مع العائلة، في اجتماعات عائلية، انت حاسس نفسك انك انت في طاقة التوازن، التوازن من كل شيء. بدنا نشوف اللي وراك. انت شايف الشخص اللي وراك منعزل وبفكر كتير، شايفه كمان وماخد على طرف منك على جنب، وبفكر يمكن في اعماله، في مشاريعه، في حياته الخاصة اذا انتوا كنتوا منفصلين. والشخص هذا احتمال يكون شخص كبير سنا او شخص متزوج، او انتوا اذا كنتوا في زواج هذا الشخص احتمال انت شايفه وبفكر في الاموال و بعيد حساباته في المال، لانه انت في طاقة السكس اوف بانتيكال، احتمال انت شايفه مش متوازن ماديا وانت بتحاول تعطيه، تحاول توازنه، او انت متوازن لحالك بدون هذا الشخص. هذا الشخص هذا هيبيسكس. واو شو هالطاقة الضخمة هاي. الشخص هذا تخفي عنك شيء من الهموم او بيخفي مشاعره. الشخص هذا يا اما متباعد او صامت، حامل اعباء كتير، يعني العشرة سولانجات والدف، لا ما اعتقدش هاي لها. الشخص هذا احتمال لانك انت شايف برضه هارمنت، فاحتمال هذا الشخص يا متباعد عنك او في حزن ومخفي مشاعره ومخفي حزنه ومخفي تعبه، لكنه عنده ادمان معين او عنده شيء طاقته سلبيه جدا جدا جدا، طاقته سلبيه. خليني اشوف ليش ما بيستلف طاقته. مع انه عنده طاقته تختلف هون، يعني بس اشوف ليش طاقته هاي بس. احتمال الشخص هذا غادركم، تعب فجأة رحل عنكم وراح يبحث عن وضعه المادي، وللبعض منكم هو مخفي عنكم شيء متعب وتباعد عنكم لهيك انتم شايفين الهرمون، لكن انتم متوازنين، انتم بين العطاء والاخذ، وانتم كأنه عاملين مشروع عائلي، مشروع عمل خيري بتوزعوا للمحتاجين والفقراء، انت بطاقتك اللي متوازنة، يعني انت ما فيش عندك حزن او اسى من ناحية هذا الشخص. الشخص ده بس انه مش تعبان هذا الشخص، بس هو في طاقته العامة. خليني اشوف، هو في الجوين، هو زعلان، هو قاعد لحاله ومطنش الدنيا ومطنش العالم ومطنش كل شيء، طاقته البيتش، لكن هو بده يخدعنا، بده يعطينا انه هو بس، يعني انه بس مهتم في انجازاته واعماله، لكنه هو شخص غامض، يمكن على فكرة هو شخص غامض، شخصية غامضة. الشخص هذا بحب يخبي جواه وما يظهرش للآخرين شو بفكر، يعني عنده غموض مع نفسه. احتمال هذا الشخص يكون مدمن على شيء،
احتمال عنده ادمان لشيء معين، هو شخص عمد وكتوم وبيحاول يتغير. على فكرة احتمال شايفكم انتوا تبعدتوا عنه واختفيتوا. خلينا نشوف. حاليا عندنا على الطاولة انه طاقة الكوين اوف بنتكل، بس انا حس انه هو حزين، لكن يمكن حزين على موضوع مادي. هو حاسس انه بحاجة مادية، بحاجة مادية، مادي، استقرار مادي. الشخص هذا بفكر في مشروع ما، أو الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك أنت يا برج الميزان، من طرفه هون. يعني هون مع شخص طرف آخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الأموال والاستقرار، وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن ال الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا إما في علاقة ثلاثية هو في طرف آخر، طرف آخر هو، أو الشخص هذا عنده مشروع ومركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع. أو الشخص اللي في علاقة مع امرأة نرجسية، وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لأنه إحساسي إنه الشخص هذا حاسس إنه محتاج للمال أو محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لأنه عنده حاسس انه في شخص مطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكو اللي انتو فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج او في انفصال، فالشخص هذا في حدا مطنش بسبب المادة او استقرار العائلي، لانه هو داخل طرف ثالث، اما شخص، اما امرأة نرجسية او شخص نرجسي اللي من الاشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه الى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي اسري. احتمال الشخص لما تعرف على شخص نرجسي، شخص بشده بطريقة التجاهل والتطنيش، وإذا ما لبيتش رغباتي فأنا رح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. الشخص هذا بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو أنت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل همومه كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كده احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يح يعني ما يحمل، بس هو محمل حق نفسه فيه او مدخل نفسه فيه. مخفي سر هذا الشخص، بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقة تاعته، حاول انه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين بهذا الشخص، شايف او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو مفيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة
بالمادة المال يعني، يعني إنه مش قادر ياخد قرار في علاقته بسبب إنه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه. خلينا بعض خلينا أحكي لكم الأبراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت. حلو كل الأبراج مع بعض. وبرج العقرب، احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلب نفسه شوية في الكورة. وبرج الجدي، وكمان برج التور. بس طيب، شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني الشخص التعبان. انا مبدئيا بحكي لكم الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس انه انتو باستقرار والعائلة. ليش؟ هو بسبب التعب. الشخص اللي دخل علاقة سامة وانفصل عنها ومشاعره راحت لكم وحس انه انتو الامان او انتو الاشخاص اللي راح تحتوي. فهو شايف انه انتو العشر نقود، الاستقرار والعائلة والراحة النفسية، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال. عشان هيك بذكركم احتمال تكون انتو كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتو الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي فاجأ اجته صحوة حسست انه انتو الاستقرار بالحياة الصح. طب خليني اشوف ليش التوان الارتيكال. بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. أعتقد هاي طلعت في توقع الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، أو الصاعقة اللي صارت في حياته تكتم عليه. الشخص هذا إما انضحك عليه وحس قيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس قيمتكم بعد ما أكل عصي تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لانه عارف انه هو غلط في حقكم. وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا اخذ حقكم منه، عرف انه هو مديون لكم لانه انتم كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين وكنتوا انتوا بالنسبه الى الاسره والعيله والبيت والامان والحنان والدفى يعني. فالشخص هذا مشاعر من ناحيتك هيك لانه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبة هون برج الاسد. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انت مستقر، مع انه هون يعني ان الشخص اسكت رؤيته غير لك. طيب خليني اشوف كو، اشوف بركي ساعدتنا في القراءة اكثر، لان الشخص هذا ضغط شوي يعني عنده مشكلة غيركم انتو، عنده انفصال اخر غيركم انتو. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف اخر، وهو دخل يعني طرف اخر، زوج تاني، اخذ شخص منفصل، دخل او اذا كان رجل او اذا كانت امرأة دخلت في زواج مع هي يعني انه رقم اثنين في الزواج هذا طرف ثاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. ما يعني البعض منكم انتم طبعا يعني هي قصتكم، وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسدية والعاطفية المتكررة لأنها تدل على التوجيه إليهم.
احتمال انه انت بتجيك اشارات جسدية من ربنا، مثلا بتحس انه صدرك يرتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت حس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخد، وقادر انك انت تعطي للاخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو وجهك لشيء معين. انا اعتقد ان هذا الكارت الك من الشيء. خلينا نشوف الرومانس. يعني انا شايفك ان انت يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان؟ انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس بغدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، الرمق الاخير اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود.